الحقيقه لو كنا بنتكلم على مين اللي هيدخل جوله الاعاده ولسه في كلام حول حمدين وشفيق والصراع ويا ترى مرسي ولا شفيق والكلام ده كله، الا ان في ناس تاكد خروجهم من هذه الجوله جوله الاعاده، لكن في وقفه لازم نقفها مع هؤلاء. في مقدمة هؤلاء والحقيقة كلهم رجال أفاضل، يعني كنت أتمنى أن يكون فيهم نساء ولكن كلهم يعني رجال أفاضل، والناس مهمتها ما بتنتهيش في العمل الوطني بعدم الوصول لمقعد الرئاسة أو عدم الوصول للمنصب، على الأقل بعضهم لا تنتهي مهمهم عندما لا يصلوا إلى مقعد الرئاسة. من هؤلاء الدكتور محمد سليم العوا، والحقيقة أن الدكتور محمد سليم العوا شخصية محترمة جدا، رجل قانون، أتمنى أن مهمته ما تنتهيش عند عدم الوصول للإعادة أو عدم الوصول لمقعد الرئاسة. الدكتور العوا صاحب مشروع نهضوي حقيقي بقى، يعني مش نهضوي من اللي هناك، لا نهضوي حقيقي، صاحب مشروع قانوني حقيقي، صاحب مشروع عدل. فكرة العدل وفكرة دولة القانون اللي قامت عليها أو اللي قام عليها برنامج دكتور محمد سليم العوا فكرة لا يجب اختزالها في برنامج رئاسي، لكنها أرجو أن تبقى فكرة مجتمع ونهضة مجتمع. أنا بحيي كل الناس الحقيقة اللي ادوا أصواتهم للدكتور محمد سليم العوا، مش لأنه بس كان يعني رجل عنده شعبية وتقدير من الناس، لكنهم ادوا يعني صوتهم لرجل ذو قيمة حضارية وقيمة علمية. وساعات الناس اللي بهذه القيمة العلمية والقيمة الحضارية ما لهمش بصراحة في قضية الانتخابات والسياسة اللي لها ممكن يكون لها يعني مسالك أخرى غير المسالك القانونية. بحيي الدكتور العوا الحقيقة لأنه وأتمنى أنه يبقى معنا في قضية الكفاح الوطني، التنمية الوطنية، فكرة البناء لمستقبل الوطن والبناء لدولة القانون، لأنه بصراحة بدون دولة القانون هذا الوطن مش هينصلح أمره، وبدون دولة القانون هذا الوطن هينحرف مساره بشكل كبير، وبدون أن احنا نحترم القانون ونحترم القواعد ونحترم فكرة أن احنا بنقوم على قانون مش بنقوم على الرفض، وأنه لو ما عجبنيش أتظاهر ولو عجبني أبقى كويسة. دولة القانون هي التي تضع المعايير لكل شيء، وده اللي كان بيقوم عليه الحقيقة برنامج الدكتور محمد سليم العوا. معي على الهاتف الدكتور محمد سليم العوا المرشح للرئاسة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا. يعني احنا اللي خسرناك والله، مش حضرتك اللي خسرت. المقدمة الهائلة دي لا ازاي استحق ربنا، يعني حضرتك رجل علم واحنا نقدر رجال العلم في المقام الاول ورجل قانون طبعا في المقام. ربنا يخليك يسلم. يعني الاول خليني اتحدث عن بعض الشائعات اللي نسبت لحضرتك انك اعلنت تأييدك لاحد من المرشحين، هل هذا صحيح؟ لا انا لم اعلن تأييدي لاحد، ولما سئلت قلت انه انصاري ليسوا قوالب طوب عشان اقول لهم روحوا انتخبوا ده ينتخبوه. انا تارك كل من كان يؤيدني في مشروعي وحملتي يختار اختياره الحر، لكن انا وكل من كان معي في مشروعي منحازون قطعا انحيازا تاما لنتائج الثوره ولاهداف الثوره الساميه وللتغيير الى الاحسن ولانشاء دوله القانون والعنايه بالإنسان المصري اللي احنا كنا بنتكلم عليها طول برنامجنا. صحيح. فإحنا انحيازنا واضح، لكن الكلام عن الأشخاص أو عن الترجيح بين هذا المرشح وذاك من الاثنين اللي بيعيدوا، هذا كلام أنا لا أدخل فيه بوصفي السياسي ولا بوصفي الفكري، لأن وصفي السياسي والفكري يدعوني أني أترك الناس يختاروا اختيارا حرا ثم ننصاع جميعا للإرادة الشعبية. أتمنى من قلبي أن الإرادة الشعبية تكون في جانب تحقيق أهداف الثورة السامية وغاياتها العليا، لكن إذا حصل أن الإرادة الشعبية اتجهت أي اتجاه فأنا سأكون مع هذه الإرادة الشعبية، أقبلها وأرشدها وأقوم بعض المسالك السيئة أو السلوكيات السيئة من الناس، لأن ده دوري أنا من تاريخي القديم كله، ده دوري. وزي ما حضرتك تفضلتي من شوية زي لميس، أنا سأستمر في هذا الدور مهما كانت الظروف وتحت ظل أي حكومة. يعني بصراحة يا دكتور أنت زعلت أو زعلان أو تشعر ببعض يعني أنك خط منافسة لم توفق فيها، يعني مشاعرك إيه؟ والله أنا شاعر بنعمة هائلة جدا، لأنه أولا أنا ربنا عافاني من مسؤولية
الذي يتولاها كان الله في عونه. يا ترى يخرج سليم، يا ترى يخرج مجروح، يا ترى ما يخرجش منها خالص يوم القيامة، دي مسألة لا يعلمها إلا الله. نمرة اثنين يا أستاذة لميس، أنا زي ما قلت لك يوم ما كنا سوا، أنا زرت 24 محافظة من 27 محافظة، شفت الناس، عرفت الأرض على حقيقتها، شفت القرى التي لم يدخلها ملك بعد خوفه وبعد توت عنخ آمون، شفت الإيدين المشققة ومعها عقول نابهة وألسنة بليغة فصيحة. أنا عرفت مصر معرفة تامة في الستة شهور اللي كنت بشتغل فيهم في الحملة الانتخابية، فأنا مش نادم أبدا. أنا طبعا أنفقت من مدخراتي، خليني أقولك بأمانة كده، أنا أنفقت أغلب مدخراتي على الحملة دي، لكن لست نادما أبدا، لأن كل قرش أنا صرفته استفدت به معرفة وعلم وثقافة وتمكنا من الإيمان بقيمة هذا الشعب المصري وقدراته غير المحدودة على إحداث التغيير، بشرط واحد، أن يجد القيادة الصادقة المخلصة. مشكلتنا طول القرون ما لناش قيادة صادقة مخلصة. يعني كيف ترى الموقف الآن يا دكتور؟ هل ترى أننا في أزمة؟ يعني كيف توصف الموقف الحالي اللي احنا فيه؟ أنا لاحظت من أول أمس، والأمس ازدادت واليوم كانت زيادة جدا جدا، عشرات المكالمات الهاتفية والناس اللي بقابلهم بالصدفة في الشارع. السؤال الوحيد، ماذا نفعل؟ لمن نصوت؟ نحن لا نريد أن نستعيد النظام السابق، ويمكن ده السبب اللي خلى الفريق شفيق امبارح يعلن في مؤتمر صحفي انه لا عودة للنظام السابق. لكن الناس بتسأل هذا السؤال، وفي نفس الوقت الناس بتقول لنا مآخذ على الإخوان المسلمين. لا نضمن إذا جاء الدكتور مرسي أن تستمر الديمقراطية. نخشى أنه نفضل طول عمرنا تحت الحكم الإخواني لغاية ما نضطر نعمل ثورة تانية. الناس حقيقة في حالة قلق شديد جدا جدا جدا. وأنا أرجو من خلال منبرك ده أستاذ لميس أنه الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق كل منهما يقدم تعهدات علنية يحاسبه عليها الشعب. الفريق شفيق بأن النظام السابق لن يعود، والقهر لن يعود، والمذلة لن تعود، والقانون سيسود. والدكتور مرسي بأن الناس لن يكونوا إخوانا وغير إخوان، وإنما سيكونون مصريين فقط، مسلمين وغير مسلمين، رجال ونساء، وأن البرلمان يشتغل وفقا لما ينبغي عليه أن يشتغل، مش في ختان الإناث وفي الكلام الفارغ اللي حصل في الشهور الأولى. أنا عايز برلمان يعين الرئيس على النهضة، ورئيس يخدم الحكومة مش تكون الحكومة خادمته. أنا أرجو من الأخوين الدكتور مرسي وفريق شفيق، وكل منهم لي علاقة أحترمها وأقدرها تاريخيا، أرجو من كل منهم أن يعلن على الملأ موقفه، ده من القضايا اللي بتهم الناس وده من القضايا اللي بتهم الناس، عشان نروح يوم 16 واحنا عندنا رؤية واضحة نعلم في القسم الأول ولا القسم الثاني من الورق. في عجالة كده، وعارفة ان حضرتك يعني لديك ارتباطات، تعليقك ايه على المال السياسي اللي بينفق يمينا ويسارا؟ انا حزين جدا على هذا الانفاق، لانه انفاق فيه حرام، وقد عارضته في الجولة الأولى من الانتخابات، وانا له الآن اشد معارضة، لأنه في الجولة الأولى كان في 13 مرشح بيتنافسوا، 4 5 6 7 بيستقوا سبيل المال السياسي، لكن الآن ما فيش غير اثنين، وإذا سلك الاثنان هذا السبيل يبقى احنا مقدمين على 4 سنوات عجاف، لأن اللي يشتري هذا المنصب بالمال لا يؤتمن على أداء الواجب نحو الأمة والدولة والحكومة. قانونا ينفع إنه الدكتور مرسي يتنازل لحمدين زي ما بعض الأحلام بتقول؟ لا. هي بالضبط زي ما انت وصفتي كده احلام. مفيش حد يملك التنازل الان اكبر اثنين في التصويت ستعد منهم الانتخابات، ولو راحوا 100 ناخب و49 صوتوا لواحد و51 صوتوا للثاني، ابو 51 هو اللي هيبقى رئيس جمهوريه البلاد قانونا. عندنا نسبه طبعا، ده قانونا، لا في نسبه ولا في عدد ولا حاجه. طب قانونا يصلح ان يؤجل اعلان النتيجه حتى تبت الدستوريه في قرار قانون العزل او قانون المباشر للحقوق السياسيه؟ لا لا لا, لا 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 هذا لا يجوز، لان القانون بيلزم اللجنه العليا للانتخابات بأن تعلن النتيجة بعد 3 أيام من وصول آخر كشوف اللجان العامة إليها، وآخر الكشوف وصلت أول امبارح، وصلت امبارح، فقدمهم امبارح والنهاردة وبكرة يوم الثلاث لازم يعلنوا النتائج. ما يقدروش يأخروها عن يوم الثلاث أبدا، وإذا أخروها يبقى في مطعن على عمل اللجنة. صحيح قراراتها محصنة من الطعن، لكن ده مش معناه أنها تعمل خارج القانون. صحيح. هي تعمل داخل إطار القانون الذي يلزمها ويلزم الشعب كله.
بشكرك دكتور محمد سليم العوة المرشح لرئاسة الجمهورية والأستاذ الكبير في القانون ويعني عضو مجمع اللغة العربية والباحث في الشريعة الإسلامية، حاجات كتيرة جدا. يبقى مشروع الدكتور العوة حول دولة القانون هو المشروع الباقي، تذهب المناصب وتذهب الصراعات ويبقى مشروع الرجل ومشروع الوطن. هنا بقى عندما يرتبط الإنسان بمشروع، مش يرتبط بمنصب، مش يرتبط بكرسي، مش يرتبط بحكاية، هو بيرتبط بمشروع وطن ونهضة وطن. هذه هي القضية، ودول اللي بيبقوا، مش الأسامي اللي ممكن ينقلب عليها الناس. من يبقى اللي في يدهم العلم. بحيك دكتور العوة، بحيي الحقيقة كل الناس اللي انتخبت دكتور محمد سليم العوة. سريعا قبل ما أخرج الحقيقة، في سيدة فاضلة اتصلت بيا وامبارح بالليل بعد ما خلصنا البرنامج وقالت لي أنا عندي اقتراح ليك يا أستاذة لميس. قلت لها اتفضلي. قالت لي أنا رأيي نلغي الشعب. قلت لها ايه؟ قالت لي انا رايي نلغي الشعب خالص، ان يطلع قرار كده بالغاء الشعب، الشعب ده ملوش اي لازمه. فوقفت كده في الفكره، قلت دي بتهزر يعني، بتحاول انها تنكت معايا. فقلت لها يعني ايه نلغي الشعب؟ مش فاهماكي. قالت لي مش انتوا بتعملوا الاتفاقات وقاعدين تعملوا اجتماع هنا واجتماع هنا، وكل واحد بيمضي على ورقه، عايزين ورق ونمضي عليه، وتعهدات من هنا وتعهدات من هنا. انتوا بتتعهدوا لمين؟ انتوا بتتعهدوا، وبتكلم عن القوى السياسية، الحقيقة القوى السياسية تتعهد وبتحاول تاخد تعهدات لمصلحتها الشخصية. مفيش حد بيتكلم علينا، احنا مش مهمين. انتوا عايزيننا ليه؟ انتوا عايزيننا ننزل ننتخب ليه؟ انتوا عايزيننا ننزل ننتخب انتخابات جولة أودة وجولة عادة ونقف في الشمس ليه؟ إذا كنتوا انتوا بتقرروا مصيرنا، انتوا قاعدين في قوى سياسية بتجتمع وغرف وفنادق، وعايزة تعهد من الدكتور مرسي، وعايزة تعهد من الدكتور من الفريق شفيق، ويا ريت واحد من هذه التعهدات يمس حياتنا احنا. كل واحد فيكو بيدور على جزء من مصلحته، جزء من الكيكة. مين هياخد الحكومة؟ مين هياخد المجلس الرئاسي؟ هنعين 2 نواب و3 مساعدين وكذا وصلاحياتهم ده انتوا بتقسموا الليلة. احنا ملناش علاقة بالقصة دي. وكما قال الدكتور العوة، هذه السيدة ما قالتليش نفس اللفظ، لكن قالت لي احنا مش عرايس ماريونات هتحركونا بالسلاسل. فلان اللي احنا صوتنا له وما كسبش يقول لنا يلا يا شباب صوتوا لصالح فلان، فاحنا نجري نصوت لصالح فلان. دكتور العوة قال الناخبين اللي انتخبوني ليسوا قوالب من طوب، انا مش هاجي اقول لهم لان انتوا انتخبتوني وانتخبتوا مشروعي فانا اقول لكم روحوا يمينا او يسارا او يمينا واقصى اليمين زي ما هو موجود دلوقتي. احنا مش قوالب طوب، احنا الشعب، مش ماريونات بتحركوه وعرايس من بتوع مسرح العرايس بتحركوها بالسلاسل وتقعدوا تقسموا الكيكه كده بينكم وبين بعض، وفي النهايه يا شعب روح انتخب، يا شعب روح اعمل، يا شعب روح سوي. هو احنا فقدنا حريتنا؟ وقفت كتير قدام كلام السيده الفاضله، والحقيقه اكتشفت طبعا ان هي معاها حق كمواطنه عاديه. هل من حق القوى السياسية دي انها تتكلم نيابة عن هذا الشعب؟ قد ايه من القوى السياسية دي طلع ناس؟ قد ايه من القوى السياسية دي له تأثير على الناس؟ قد ايه من القوى السياسية دي مهم بجد في الشارع؟ ده كل واحد فيهم عنده شوية كده من النواب. في كتل سياسية ضخمة، في الإخوان ولديهم مرشح، في حزب النور ولديهم، كان لديهم مرشح ولم ينجح والآن بيدعموا الدكتور مرسي. لكن في النهاية القوى السياسية اللي قاعدة مع بعضها وبتحاول إنها تتفاوض وتاخد جزء من هنا وجزء من هنا، الحقيقة إن مش من حق حد يتكلم نيابة عن الشعب، ومش من حق حد يسلب حرية الناس. الناس أحرار ينتخبون من ينتخبون، ينتخبوا الدكتور مرسي، ينتخبوا الفريق شفيق. حرية الناس دي حرية مطلقة، مفيش حد يقدر يحجر على حرية حد، مفيش حد يقدر يقول لواحد لا والله روح انتخب فلان، ده ممكن يعزو، ممكن يتحايل عليه، ممكن يقوله من فضلك. والحقيقة ان انا ما شفتش من هذه التعهدات اللي هتبتدي تتنطور حوالينا كده، زي ما قلنا امبارح، تعهدات للمجتمع، تعهدات للمواطن بحياة أفضل، تعهدات عن الحريات، تعهدات عن للمرأة، تعهدات للطفل، تعهدات للحياة نفسها. كل التعهدات لها علاقة بحصص ونسب القوى السياسية في الحياة المقبلة، لكن مفيش تعهدات لها علاقة بينا إحنا، بالناس، بحرياتنا، بمستقبلنا. مفيش تعهدات لأن إحنا مش موجودين. الموجودين هم القوى السياسية، الموجودين هم اللي قاعدين على الترابيزة. فين الشعب؟ على رأي السيدة نلغي الشعب.
انا ما اعتقدش ان احنا نقدر نلغي الشعب، ولا اي من المرشحين يقدر يلغي الشعب. دلوقتي الاثنين مرشحين محتاجين تاني يقدموا ضمانات واضحه للشعب قبل ما يقدموها للقوى السياسيه، للناس قبل ما يقدموها للرموز اللي ما لهاش علاقه بالانتخابات، يقدموا ضمانات وتاكيدات للبشر اللي هينزلوا ينتخبوا، وبالذات لل 24 مليون مواطن اللي قاعدين في بيوتهم واللي قعدوا وما نزلوش ينتخبوا، واللي ممكن جدا يقطعوا، وده هيكون الخطر، لأن المقاطعة في صالح القوى المنظمة، ودي مش لعبة من اللعب اللي بنلعبها زمان، أنا خسرت فاتقمصت فهقعد في البيت. لأ، ده اختيار وعلينا أن نأخذ الاختيار، وهذه هي الديمقراطية، مش دايماً كل الاختيارات حلوة، مش دايماً كل الاختيارات جميلة، مش دايماً بنختار بين حاجتين جمال، ممكن نختار بين أمرين صعبين، لكن عليك أن تفكر أيهما أقل مرارة، وأيهما أقل ضرراً، وأيهما أقرب إلى نفسك، لكن عليك أن تختار وليس أبداً أن تقاطع. أما الشعب فسيبقى، لأن هو ده اللي رايح صندوق الانتخابات. فاصل ونواصل هذه الأخبار. احنا عايزين نحس الناس ان هم يشاركوا في الانتخابات، وفي نفس الوقت عايزين نحل الاشكاليه الضخمه جدا ان انت لاول مره عندك رئيسين في جوله الاعاده عندهم اثنين عليهم اعتراضات كبيره من قطاع كبير من الناخبين. المرشح الاول الفريق احمد شفيق قلنا انه يجب ان يضع خريطه واضحه لكيفيه القصاص العادل او التزامه بالقصاص العادل لشهداء الثوره، عدم اصدار اي قرارات عفو عن اي جرائم ارتكبت ابان الثوره المصريه، ومع وضع القوى السياسيه الثوريه والقوى الشبابيه الثوريه في خريطه اداره الوطن في الجمهوريه الجديده. ده فيما يتعلق بفريق احمد شفيق. فيما يتعلق بالدكتور احمد محمد مرسي، هما يتحدثون حديثا مطلقا وحديثا مرسلا عن اهتمامهم واقتناعهم بمدنيه الدوله المصريه، ولكن لا توجد اي ممارسات تدل على هذا الاقتناع. النهارده هناك اجتماع تمهيدي تشاوري مع بعض قيادات الحزب، ويوم الثلاثاء القادم باذن الله في اجتماع اخر للمكتب التنفيذي سيتدرس الموقف ويحدد موقف الحزب، وقد يحتاج الامر الى دعوه الهيئه العليا صاحبه القرار السياسي لاتخاذ القرار النهائي في شان نتيجه الانتخابات الرئاسيه